السلام عليكم. تشهد الجهة الغربية من الوطن هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق، وحذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الاثنين في نشرية خاصة لها نشرية بحرية تخص السواحل الغربية من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كيلومتر في الساعة. وحسب النشرية فإن البحر سيكون هائج وعلو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غدا الثلاثاء، وعن السواحل المعنية هي كل من ولاية مستغان، ماتنسى، أرزي، وهران، بني صفا، وكذا الغزوات مرسى بن مهيدي، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.